السلام عليكم. احنا لسه بنكمل كلامنا على الـ atomic structure وعلى الالكترون موجودة ازاي حوالين النيوكليس. فانا كنا اخر حاجة قلناها لما اتكلمنا على الايونيزيشن بوتنشلز وشفنا ازاي بيحصل قفزات في قيمة او الايونيزيشن انرجي اللي احنا محتاجينها عشان نطلع الالكترونز. وكنا قلنا ان احنا وصلنا في الاخر للاستنتاج ان كل مجموعة من الالكترونز بيبقوا موجودين في انرجي ليفل واحد، وده اللي كنا سميناه البرنسبل كوانتم نمبر. وقلنا ان الاولاني او الانرجي ليفل بعد نيوكليس على طول ده رقم واحد وسميناه كي، وبعد كده رقم اتنين وسميناه ال، وبعد كده رقم ثلاثة وسميناه ام، ورقم اربعة وسميناه ان، وبعدين او بي كيو هم سبعة خلاص. وكنا لقينا ان هما اتنين، اول واحد فيه اتنين والتالت فيه تمانية والرابع والتالت فيه 18، يعني بيتملي ب 18، والاخراني بيتملي ب 32. كويس كده. وده وكل ده جبناه من الايونيزيشن بوتنشال تشارتس، يعني اتعملت الاليمنت ورا اليمنت ورا اليمنت لغايه لما وصلنا للشكل اللي احنا شايفينه ده. فجابوا العلاقه اللي هي 2n سكوير، يعني 2 في 1 باور 2 تدينا 2، 2 في 2 باور 2 تدينا 8، 2 في 3 باور 2 تدينا 18، و2 في 4 باور 2 تدينا 32. ف فكل الـ يعني الحاجات اللي احنا كنا متوقعينها في الاول اتظبطت شويه دلوقتي، يعني خدنا فكره ادق شويه وعرفنا ان الالكترونز مش ماشيين بشكل عشوائي، لا دول ماشيين بترتيبه معينه. الموضوع ما يقفش لحد كده. الاكسبيرمنت اللي احنا كنا عملناها قبل كده اتعمل التاني، بس لما جينا جبنا السبيكترم بتاع الهيدروجين وجينا حطيناه في البريزم ولا في السبيكترومتر وشفنا التحليل الضوئي بتاعه عامل ازاي. هو في الحقيقه ان لما الانرجي كانت اكتر شويه ولما دققنا النظر اكتر في شكل الخطوط اللي موجوده دي، لقينا ان هي مش خط واحد في الحقيقه، هم خطوط كتير قريبه من بعض. يعني الخط ده اللي هو بتاع اول انرجي ليفل ده لقيناه خط واحد، بس الخط التاني ده خلاص اللي هو لونه ازرق مخضر ده، لقينا ان هو خطين قريبين جدا من بعض، فهم احنا شايفينهم خط واحد بس هم في الحقيقه خطين. تالت واحد اللي هو اللي لونه مدي على بنفسجي شويه ده طلع ثلاث خطوط مش خط واحد. فالموضوع ده بقى يعني ايه، مخلي الناس برضو مش فاهمه قوي ايه اللي بيحصل، يعني واضح ان في حاجه تاني احنا مش فاهمينها قوي. الظاهره دي بيسموها الستارك افكت. ستارك افكت ان الخط نفسه يطلع منه خطوط صغيره او يبقى عباره عن خطوط صغيره قريبه من بعض. فكان الاستنتاج زي ما استنتجنا من وجود الخطوط دي ان كل مجموعه من الالكترونز ما هياش كونتينيوس، ده هي موجوده في اماكن محدده ما بتلفش في اي راديوس، زي ليها راديوس معين ومش في اي انرجي ليها انرجي معينه. برضو وصلنا لنفس المعلومه بس على سكيل اصغر شويه، ان مش كل الالكترونز في نفس الانرجي ليفل ليها نفس الطاقه. الانرجي ليفل الواحد ده ممكن يبقى فيه يعني ايه زي خطوط صغيره جواه، تمام؟ فمش كل الالكترونز اللي في نفس الانرجي ليفل ليها نفس الانرجي، الانرجي قريبه جدا لان هي مديه خطوط قريبه جدا من بعض زي دول كده، بس مش قد بعض بالظبط. فده الاستنتاج اللي احنا طلعنا بيه من التجربه دي. فطلعنا بحاجه تاني، احنا قلنا اول حاجه بتبقى اسمها الشيلز او الانرجي ليفلز، بقى في حاجه اسمها سب شيلز اللي هي الحته من الشيل، جزء من الشيل. خلاص؟ فهي دي السبشلز. عددهم كام نقدر بسهوله نعرفهم من عدد الخطوط اللي موجوده. فاحنا لقينا اول واحد بياخد في يعني هو خط واحد، هو مش اكتر من كده. تاني واحد فيه خطين، التالت فيه ثلاث خطوط، والرابع فيه اربع خطوط، وبعد كده الخامس والسادس اللي هم مش باينين في الصوره دي برضو اربعه. فواضح ان عدد السبشلز دي بتبتدي 1 2 3 4 وتكمل اربعات بقى في الاخر. فسموها بأسامي، سموها بإس وبي ودي وإف، ادوها رقم ال. يعني الأولاني كان الـ principal quantum number اللي هو كنا قلنا عليه هنا ده اسمه ان. خلاص؟ الـ sub shells بقى اديناها حرف ال، ال الصغير. ال الصغيرة دي بيسموها azimuthal quantum number، يعني الاسم ده مش مشهور قوي بس يعني هما قالوا ان ال بزيرو دي سموها سب شيل اس، والتاني سب شيل بي، والتالت سب شيل دي، والتالت او الرابع سب شيل اف. خلاص؟ فبقى عندي اس
وبي ودي واف. الاولاني بيتملي بواحد، يعني ده المفروض اول انرجي ليفل، تاني انرجي ليفل بيتملي باتنين، وتالت انرجي ليفل بيتملي بتلاته، رابع انرجي ليفل بيتملي باربعه، والخامس قلنا واللي باقيين كانوا فيهم اربعه. يعني دول يمكن ما اتملوش للاخر، لان هو خلاص ما بقاش فيه اتومز تاني اكتر، يعني الاليمنتس خلصوا اللي نعرفهم يعني. بس يعني الرابع والخامس اربعات خلاص. فاول انرجي ليفل فيه واحد، والتاني فيه اتنين، والتالت فيه تلاته، والرابع فيه اربعه. المتوقع ان انا كواحد هبص على الانرجي ليفلز بتاعتي، انا هقول والله طيب خلاص انا عندي الانرجي ليفل الاولاني فيه الاس ده، فهو الاس ده هيتملي كله الاول، وبعد كده التاني هيتملي 2 اس و2 بي، والتالت يتملي 3 اس 3 بي 3 دي، والرابع يتملي 4 اس. يعني ده اللي انا هفهمه، ان انرجي ليفل بيخلص ويتملي اللي بعده، الانرجي يخلص ويتملي اللي بعده. بس احنا لو جينا نبص بص على الرسمه دي، هو في الحقيقه الخطوط دي بتبتدي تقرب من بعض جدا جدا جدا، يعني الخط ده بيقرب من الخط ده، واللي بعده بيبقى اقرب له، يعني المسافه دي كبيره، بعد كده اصغر، وبعد كده اصغر، وبعد كده اصغر جدا. فبيبتدي الخطوط دي تقرب من بعض جدا جدا، لدرجه ان بيحصل اوفرلاب ما بينها، ان يبتدي السب شيلز اللي هنا تبقى داخله ليها يعني ممكن نفس الانرجيز او قريبه من الانرجي ليفلز بتاعت السب شيل اللي بعدها. فاللي حصل ان هي ما اتملتش زي ما احنا كنا متوقعين، هي اتملت بشكل تاني، اتملت ان اول سب شيل، يعني اول اتنين زي ما احنا متوقعين، اول سب شيل بعيد في الانرجي لوحده فهو اتملى وخلص، اللي بعده بيتملي 2 اس وبعد كده 2 بي زي ما احنا متوقعين، قلنا هيتملي الاولاني وبعد كده التاني كله، وبعد كده هيتملي 3 اس 3 بي و3 دي. بس اللي حصل بقى ان ابتدى الاوفرلابنج يحصل هنا، ان ابتدى الانرجي ليفلز تخبط في بعض هنا، يبقى ليها انرجي قريبه من بعض هنا، فابتدى يبقى بملى 3 اس و3 بي وبعدين 4 اس قبل 3 دي. يعني وعشان كده الرسمه دي مشهوره قوي، ان الناس بيملوها كده، وبعد يعني باسهم مايله، ان هو بيتملي 1 اس وبعد كده 2 اس و2 بي 3 اس 3 بي 4 اس قبل 3 دي، يعني ده بيتملي قبل ده، وده اللي احنا شايفينه هنا، ان 1 اس 2 اس 2 بي 3 اس 3 بي 4 اس وبعد كده 3 دي وبعد كده الديات خلاص. فدي برضو حاجه يمكن كانت غريبه شويه، بس من الحاجات اللي احنا قدرنا نستنتجها من شكل السب شيلز وهم موجودين على الـ يعني السبكترال لاينز بتاعتهم. ف ده برضو كان يعني اكتشاف فظيع، ان انا قدرت اعرف ان في سب شيلز، وان السب شيلز دي ليها انرجيز مختلفه، وان مش معنى ان كل الكترونز موجودين في انرجي ليفل واحد ان هم ليهم نفس الانرجي. طيب لما جينا بقى نحسب يعني انا عارف دلوقتي من الاينيزيشن بوتنشال ان الانرجي ليفل الاولاني فيه واحد الكترون، خلينا نتكلم على الاثنين دول علشان هم دول اللي ماشيين بشكل ايديال شويه، بشكل نظري شويه، والتاني ده بيتملي ب8. طب انا عندي الاس ده اتملى باتنين، فالاس ده برضو هيتملي باتنين، ده هيتملي بكام؟ هيتملي بستة، علشان الاتنين والستة يدوني تمانية بتوع الانرجي ليفل التاني، الاتنين دول على بعض مجموعهم تمانية، فالاتنين دول باتنين، يعني ده باتنين وده باتنين وده بيتملي بستة. الاكسبيرمنتس بقى اتعملت اكتر، عرفوا ان الدي بيتملي بعشرة، وان الاف بيتملي باربعتاشر. طب اشمعنى الاس بيتملي باتنين والبي بيتملي بستة والدي بيتملي بعشرة والاف بيتملي باربعتاشر؟ دي غريبة، المفروض الاوربيتالز يبقوا متوقع ان هم هيبقوا زي بعض، هي اوربيتالز وخلاص، يعني ليها انرجيز مختلفة بس كلهم زي بعض. لا طلع الموضوع اعقد من كده بكتير، يعني ممكن حتى تبتدوا علشان تتخيلوا الموضوع وفكر فيه كده زي ايه، زي المجموعة الشمسية، ان انا عندي الشمس زي النيوكليوس، والكواكب زي الالكترونز، وكل كوكب ممكن تبقى حواليه اقمار، فالالكترون ده هو في الحقيقه الكوكب اللي هو بيمثل الالكترون هو مش الكترون، ده هو مجموعه من الالكترونز بتتحرك باشكال مختلفه، زي القمر ما بيلف حوالين الارض وهي بتلف حوالين الشمس، هي حاجه شبهها جدا جدا جدا. فابتدى بقى يعملوا اكسبيرمنت تانية، ان هم جابوا بقى الكتريك فيلد، بيعرضوا السبكترال لاينز اللي احنا شفناها دي للالكتريك فيلد، ولقينا ان هي مش بس الخط بيتقسم لخطوط صغيره اللي هي بتاعه السب شيلز، لا ده الخط بتاع السب شيل نفسه بيتقسم لخطوط اصغر.
الموضوع موضوع يعني يفوق ادراك البشر. يعني الموضوع لو حد فكر فيه، الاتوم دي يا جماعه احنا كنا لما اتكلمنا عليها قلنا ان حجمها صغير جدا 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 جدا، يعني حاجه في 10 باور ماينس 12 ولا 15 حاجه كده. فاحنا بنتكلم في حاجه يعني صغيره بشكل متناهيه في الصغر. فالحاجه المتناهيه في الصغر ده فيها حاجات بتلف حوالين حاجة، والحاجة اللي بتلف دي متقسمة لحاجات أصغر، والحاجة الأصغر دي متقسمة لحاجات أصغر، حاجة تجنن يعني. فهو اللي اكتشفه بقى من التجربة دي إن في خطوط تانية بتبان صغيرة من الخطوط الصغيرة اللي هي جاية من الخطوط الصغيرة أساساً، يعني خطوط بتاعة الانرجي ليفلز بيطلع منها خطوط صغيرة بتاعة السب شيلز، وخطوط السب شيلز بيطلع منها خطوط أصغر. فالتجربة دي لقوا فيها ان الـ يعني الخطوط دي مش هينفع تطلع الا لو كان السبشل دي فيها حاجة زي السبشل بقى اللي هم سموها اوربيتلز، اللي هي يعني الانرجي ليفل بيبقى فيه متقسم سبشلز، والسبشل متقسم لاوربيتلز. الاوربيتلز دي بتتحرك في الفراغ باشكال مختلفة، خلاص. فلقوا ان العلاقه ما بين عدد الالكترونز في كل اوربيتال وبين الازيموث الكوانتم نمبر اللي قلنا عليه من شويه بتمشي تبع العلاقه دي، ان هي 2 ال بلس 1. فمثلا ال ال ب 0 2 ال بلس 1 هتبقى ب 2 2 ال اللي انا جايبه 2 ال بلس 1 هتبقى ب 1. ده عدد الاوربيتالز اسف مش عدد الالكترونز. فعدد الاوربيتالز اللي في الاس 2 في 0 بلس 1 تبقى ب 2 بواحد، تبقى بواحد. وده في البي 2 ال بلس 1 2 في 1 تبقى ب 2، و1 يبقى 3، يعني ده في 3 اوربيتالز. ده في 5 وده في 7، يعني ده في 2 اوربيتالز، ده في 1 اوربيتال، ده في 3، 1 5 وبعدين 7، 1 3 5 7. واحنا من شويه كنا لسه قايلين ان التجارب اللي احنا عملناها بتاعه الايونيزيشن بوتنشال او الايونيزيشن انرجي قالت لنا ان ده في 2 الكترونز، وإن ده فيه 6، وإن ده فيه 10، وإن ده فيه 14، يعني ضعف عدد الأوربيتالز. فاللي إحنا فهمناه بقى إن الإس فيها أوربيتال واحد، والبي فيها 3 أوربيتالز، والدي فيها 5، والإف فيها 7. ومن الحسابات اللي إحنا عارفينها قبل كده اكتشفنا إن كل أوربيتال فيه 2 إلكترونز، خلاص. يعني انا لو عندي حاجه زي يعني الموضوع صعب، يعني تخيله يعني مبهر جدا، انك انت عندك الكترون يعني اسف انرجي ليفل في 2 سب شيلز، كل سب شيل في اوربيتال، الاوربيتال ده فيه الكترونز. ف يعني ايه الموضوع تفاصيله كتير. هنتكلم المره الجايه ان شاء الله بالتفصيل شويه عن الاوربيتالز وعن اشكالها وعن يعني اخر كلام بقى خالص بالنسبه ان احنا نعرفه بالنسبه لموضوع الالكترونز ودورانها حوالين النيوكليوس او النواه. فنكمل بقى المره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم.